البنات اللي كيسولوا على سوري فتح الشهيه، انا ما تجربتش الخاصه، جربت سيرو بيرفيتال جا معايا بزاف، فتح لي الشهيه ووافقني، وكنت كنتبعو ديك الوقيته، كنت كناكل الحصه وكنت كندير الوصفات ديال الغلد، وافقني بزاف البنات. فبيرفيتال بلا ما تجي تقولي شي وحده كيضر، انا كسولت الفارماسيان قال لي ودي راكي عطيتها الطبيب زعما كيفتح الشهيه زوين، عندك هو ولا عندك نورافيت؟ نورافيت هو مزيان، ولكن انا صراحه جربت بيرفيتال صراحه وافقني بزاف، ولحد الان فاش كتشري الشهيه كنمشي كناكل بيرفيتال. فانا التجربه ديالي بيرفيتال زوين، راه كيدير 25 درهم البنات، يعني المهم انا جربت بيرفيتال وجا معايا. البنات اللي كيقولوا لي شنو درتي باش غلطيتي، البنات انا حطيت لكم شي ثلاثه الوصفات في اليوتيوب، غير اللي مبغاش يغلط، حطيت لكم الجريه الصحراويه اللي ما كتغلطش، شنو دير باش تجري كرسها تكرشها وتنقي مصارنها اللي ما كيبانش فيها، درت لكم كاع الشيز، انا ما كنبخل عليكم بوالو، درت لكم موراها الحتة الصحراويه، درت لكم موراها شنو درت لكم وراها، درت لكم وراها الروتيني كامل الزياده في الوزن، درت لكم كلشي زعما غير ما بغاش تغلط. فانا ما مخبي عليكم والو، فعلاش غنبقى نعاود الحوايج اللي ديجا قلتهم في يوتيوب؟ قلتهم سيروا قلبوا في يوتيوب غتلقاو ثلاثه الفيديوهات ديال الغلط درت لكم، وغادي نولي نحط لكم واحد اخر في يوتيوب، حيت هذا راه روتين، ما كاينش وصفه، انا ما درتش وصفه، سلام عطيني وصفه كليتها وبقى غلط، انا راه تبعت روتين، القص الماكله، السعرات الحراريه دخليها لوكوغ ديالك بزاف باش تغلاضي، سيونتيفيكمون علميا خاصك تاكلي قدا قدا لي كالوريز في النهار باش تغلاضي، غندير لكم روتيني عاوتاني، واخا درت لكم روتين الغلد وبنات غلاضوا عليه الحمد لله، وغنخرج لكم ان شاء الله الى كتاب الوصفه ديالي انا، ندير لكم برودوي ديالي وغنعطيكم الروتين بالضبط شنو غديروا. اختي بغيت ناخذ رايك، انا كنت كنهضر مع واحد ديما وحتى ولفته قال لي عجبتني صاحبتك واش ندير باش نفقصو، شوفي يقدر يكون درها بالعين باش يفقص، قولي له اه مرحبا نعطيك نمرتها، ما تسوقيش عرفتي خضري تصدم تما غادي قلب يطلع معاه القلب، عندك تقولي له لا وعلاش، قولي له اه ولا كانت صاحبتك الرجوله قولي لها تقلق لك السوق وصفت لك شنو كاين، الا كانت الرجوله قولي له اه مرحبا بغيتي نسولها الا بغاتني الا بغيت الا تعطيك نمرتها نقولها لها مرحبا، خلي ديري راسك بارده بحال مسوقاش. تفارقنا وليت كنتبع نصائح ديالك وزيانيت على الاول وليت بومبا وطلبني باش نرجعو ولكن رفضتو باقي تابعني، شكرا على نصائحي. عفوا حبيبتي، هذا المساج لصاحبات ستوريات ديال الحزن اللي كيفرعوا لنا الراس من بعد الفراق على ستوريات ديال الحزن، هذا المساج للمدلولات اللي كتمشي تبكي وكتطيح الخونه، فبغيت نقول لك ستوريات ديال الحزن ما كيجيبوش نتيجه، وخنونت كما خنا ما كتجيبش نتيجه، ها شنو كيجيب نتيجه تعلمي. اختي شفتو في العرس لقيت انستا ديالو ما عرفتش واش نزعم حيت بقى من العائله خلصت شمسو شوهني ملي كتصيفطو تصاورك عريانه زعمين زعمت كل اللحم، انا ديما كنقول لك ديري داك البال اللي ما يطيحكش من كرامتك، انت شنو غديري غتاجوتيه تصيفطي له انفيتاسيون ولا ديري له ابوني، ولكن ما تهضريش معاه، ماشي غير ديري له ابوني سلام صفا ايطوا وتطيحي الدل، لا ديري له ابوني ما فيها حتى شي باس، ديري له ابوني وغادي يرد لك ابوني وتلقي ستوريات، ولكن ما تهضريش معاه، خلي حتى تلقي له ستوريات تطيحي بابا عاد هو غادي يجي يصيفط لك ميساج، فهمتي انت ديري ديك اللقطه ديال ابوني، ابوني ما فيها حتى شي حاجه، ما دل ما حتى شي حاجه، طيري له ابوني وخليه يشوف شنو غايدير هو. اختي انا راني كنحماق عليك وعزيزه عليا بزاف، كنحسبك اختي كبيره والله فرحت ليك فاش تزوجتي بشخص اللي يقدرك، ربي يخليك حبيبتي، انا كنحسبكم بحال خواتاتي وان شاء الله يا ربي كاع يرزقكم ربي بالشخص اللي يقدركم ويحترمكم ويبغيكم تستاهلوا كل خير الفعل ديالي. البنات شوفوا شريت واحد الشوفاج جديد فريمون واعر، عرفتو غير رخيص وكيسخن فن، قلت نجربو الى عجبني بارطاجيه معاكم، دايره البنات غير 260 درهم وليفريزون غراتويت، والله العظيم البنات الا كيسخن حسن واحد الشوفاج راني شريتو ب 1500 درهم، داك اللي فيه ديال الخطب هكا كتشوفو تنوريه لكم، والله البنات الا كيسخن هذاك كيعطي السخونيه من اللي بعيد، هذاك شوفاش تقربي له وعطاك السخونيه، والله البنات الا فن، البنات اللي ما عندهمش وعندهم السم ديال البرد هذا رخيص وفي المتناول، غدا غادي ندير لكم ان شاء الله، مانيش عاقله منين السيت اللي شريتو منه، غدا ان شاء الله غادي نقول لعمر حقاش ولي كوموند غادي نقول له يصيفط لي السيت ونحطو لكم هنا، راه فغيمون واعره البنات 260 درهم رخيص وكيسخن فغيمون كيسخن ديال بصح، والصاله كبيره عندي ومسخنها. الصخره ديال البودي بيلدينغ ديال الناس لاصال كبده لدن فوماج ستيك البيض بيرلي شنو اخر؟ واحد ديال الشوكولا وهذا ديالك كبيده انت غتمصي معايا انا محال ربي الصحه نضمن طيب ليك.